فيما وجه نيافة الأنباء إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الشكر والتقدير للقوات المسلحة لجهودها المبذولة في تنفيذ أعمال التطهير واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بجميع منشآت الدولة. في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا مصر في مواجهة فيروس فتاك معدي، نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذه قرارات حاسمة للحفاظ على أولادنا وشبابنا. أشكر القوات المسلحة المصرية بكل قياداتها للقيام بتطهير جميع المنشآت وجميع الطرق التي احتمال أو يحتمل وجود فيها هذا الفيروس. هذا الجيش دائما يوجد بجوار الشعب في كل موقف صعب. أطلب من هذا الشعب أن يمكث في داخل منزله تنفيذ لكل القرارات التي اتخذتها الحكومة لمصلحة حياتكم وحياة أولادكم وحياة كل من تحبونه لكي تسلم مصر وتسلموا جميعا. الله يحفظ مصر، يحفظ جيشها. يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة والتي تشهد كثافة عددية من المترددين عليها.